السلام عليكم. أبل في قفص الاتهام، هل خدعتنا بكاميرا آيفون 16 برو ماكس؟ تفاصيل صادمة، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. أطلقت شركة أبل هواتف آيفون 16 برو مع تحسينات جديدة في الكاميرا، بما في ذلك مستشعر عريض بدقة 48 ميجا بيكسل. ومع ذلك يتهم المصور المحترف توني نورتروب من قناة توني أند تشيسيا نورتروب على يوتيوب أبل بالكذب بشأن جودة هذه الكاميرا. أبل تحت المجهر، هل كاميرا آيفون 16 برو فعلا 48 ميجا بيكسل؟ في مقطع فيديو ذكر نورتروب أن دقة 48 ميجا بيكسل زائفة، مشيرا إلى أن التفاصيل الحقيقية تصل إلى حوالي 6 ميجا بيكسل فقط في ظروف مثالية. كما انتقد جودة الصور عند استخدام التكبير عبر العدسة 2X قائلا إنها سيئة جدا. لكن سيباستيان ديويث مؤسس شركة لوكس رد على هذه المقارنة موضحا أن مقارنة كاميرا آيفون بكاميرا كاملة الإطار غير مفيدة، حيث تحدد الفيزياء مخرجات الصورة. آيفون 16 برو يستخدم تقنية الكواد باير لدمج 4 بيكسلات في بيكسل واحد، مما يحسن جودة الصور الناتجة. وأضاف ديويث أن المستخدمين يحصلون على صورة أو صور بدقة 12 ميجا بيكسل مع تفاصيل أفضل، مشيرا إلى أن استخدام مستشعر 48 ميجا بيكسل ليس كذبا بل وسيلة لتحسين جودة الصور أو جودة الصورة. ختاما، يبدو أن الاتهامات الموجهة لأبل لا تعكس حقيقة أداء الكاميرا التي تقدم صورا بجودة عالية باستخدام تقنيتها الجديدة، لكن تبقى هذه وجهة نظر هذا المصور وهذا الشخص الشهير الذي ذكرت وهو توني أند تشيسيا نورتروب. فلقد يعني هذا الفيديو عمل ضجة على قناته، وأردنا أيضا أن نشارك معكم هذه يعني هذه الأخبار. هل خدعتنا أبل بهذه الكاميرا بكاميرا 48 ميجا بيكسل أم لا؟ شاركونا عبر التعليقات أيضا أعزائي الكرام، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.